ريس نحن نحن دخلنا في الانهيار. لا لا بس خليني اقول شغله. اشرح لي. البنك الدولي لما قال 50% كان مبني على اساس نحن ندخل في مرحله وصلك ركود عن يقارب ناقص 1% نمو، وبالتالي لنقدر نبعد عن الناقص 1% نمو يجب وفورا الذهاب نحو حكومه عنوانها الثقه. صحيح. لانه اي حكومه عنوانها الثقه اليوم. اشرح لي الاجراءات موريس. التدابير المصرفيه اللي كل الناس طبعا من نهار 3 لليوم وفي النقمه الكبيره اللي صايره بالقطاع المصرفي، شو هي هيدي الاجراءات بشكل عام اللي صدرت عن جمعيه المصارف؟ لا قيود على الاموال الجديده المحوله من الخارج، يعني كل اشخاص يتحول لهم مصاري من الخارج بعد نهار 3 يمكن تصرف بالاموال وما عليها قيود. خليك معي مطلع. يعني اذا بدي بيض اموال في لا فوق. نحن عم نحكي اوكي حول. ما بدك توضحها. لا شو يعني لا قيود؟ يعني لا قيود، لا القيود على السحب استاذ مرسل. يعني بتعرف هلا لانه حطوا سقف اللي هو ال $1000 بحد اقصى، بغض النظر انه في بعض المصارف دون هذا السقف. كمان رح اقول ليش، رح اقول ليه. التحويلات لكينا الى الخارج اذا بدها تتحول الى الخارج هي للنفقات الشخصيه الملحه، يعني التعليم، يعني طبابه، يعني تغطيه صرف للعائله، وهيدا بيتقدم كتاب للمصرف والمصرف بيبحث بكل كيس باي كيس. معي. يعني شركات بدها تجيب ادويه. نعم. فيها الادويه عندها اعتمادات لحالها ضمن القليل وضعها. هي مش ادويه، تياب. لا ما فيها. ما في بالوقت الحالي بعد ما في حل لموضوع الاعتمادات التجاريه. حلو، يعني بنلبس. نعم. شغل لبنان اليوم عم نحكي مبيض شغل لبنان. خليني اقول شغل. ليش لا؟ لا ليش يعني لا؟ بقى استاذ هي لحظه. ليش لا؟ ما هي اللي عم نقوله. لازم اوضح شغل. ليش طلعتوني انا جماعه برنشي و... ما بعرف ما بعرف لليوم ما بعرف. اوكي لليوم في مشكله اساسيه على صعيد الاعتمادات للتجار. أوكي. فقط الاليات اللي انوضعت من قبل مصرف لبنان مع المصارف لتغطيه الدواء والطحين والمحروقات هي اللي دخلت حيز التنفيذ. هلا موضوع لا قيود على الشيكات والتحويل استعمال بطاقات داخل لبنان، شو يعني؟ يعني اليوم الناس يسألوا اذا فيهم يعطوا شيكات بلبنان دولار او لبناني بيقدروا يعطوا المبلغ اللي بدهم اياه دون سقف معين بلبنان، والاهم انه الشيك اللي بينعطى ما بينسحب على الكونتوار على الصندوق، بده ينحط بالحساب ويرجع يتحصل. ليه؟ لما تظهر سيوله اليوم من المصرف. عظيم. وبالتالي من حساب لحساب، هون نقطه مهمه جدا. بياخذ منه الشيكات المحرره بالعملات الاجنبيه تدفع بالحساب، يعني تدخل حساب تتحصل، وبالتالي اليوم ما في سقف عليها. هلا الأهم خليني أقول كمان شغلي إنه في كتير مصارف اليوم سألوا الناس طب ليه البنك الفلاني عم بيعطي لحد $1000 والبنك التاني عم بيعطيني $400؟ رح كون واضح ورح أقولها بكل وضوح، كل المصارف الكبرى اليوم عندها عدد مودعين كبار، وبالتالي الطلب على السيولة عند هذه المصارف مرتفع أكثر من المصارف الصغيرة، وبالتالي لما نحطت $1000 نحطت كسقف ما نحطت كتحديد، وبالتالي عادت للمصارف الحرية إن هي تقرر وتشوف حسب ملائتها وحسب سيولتها. بعرف لأنه أنت عامل تويتات على هالموضوع. بس سؤال إذا بتفضل. هيدي المصارف الحرام المعترة كتير فقيرة اللي وضعها بالوائل هلأ، إلا بليز هي بعز الأزمة كم مليار هربوا لبرا؟ لا ما بدنا خلينا نفتح تحية في أي تحية الخاصة وخليها هي المعلومات بتقول بين يعني 7 و8 مليار دولار كبار البنوك اللي تهربت لبرا. انا استاذ بلال ما بعتقد الرقم 7 و8 مليار. انا بتمنى يكون اخبار هذا الموضوع. بدنا نطلب ماجد يضيفوا كرسي لمدام عتالي. انا بتمنى هول الارقام تكون اخبار وتبلش هاي التحيه الخاصه كمان بهذا الموضوع. انا قدمت اخبار اليوم بس صغرت المبلغ بديش قصه كثير. بس في نقطه مهمه 7 و8 مليار اليوم اذا هيدا رقم لازم يكون. انت بالنسبه لك شو؟ انا ما في رقم، ما بدي فوت بالارقام لانه ما في رقم واضح بهذا الموضوع. بس في اصحاب مصارف ومسامير بمصارف طلعوا اموالهم لبريت لبنان، صح او لا؟ ما بعرف شو ما بتعرف. ما انت قلت لي هالمعلومه بالوسط. لا اعوذ بالله. لا بس استاذ مارسيل يعني. في شغله بعد مهمه لو سمحت. أوكي. اكبر مصرف اليوم بالولايات المتحده اذا راحوا كل المودعين طلبوا يسحبوا مصرياتهم بهر بعد ربع ساعه، وبالتالي اليوم المصارف موريس سفير عائلتك. لا 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 انا عم بحكي بس نقدي، انا مش عم دافع عن حدا، انا عم بحكي نقديا. اليوم المصارف موظفه، هالاموال الموجوده موظفه وعندها استحقاقات. صحيح. وبالتالي حسب كبر المصرف اليوم بيقدر يلبي. لوين رايح المصارف اكثر من هيك؟ انا بهمني السؤال لانه خوفنا الدكتور ياسين. خليني اقول شغله وكمان انا مسؤول عن هذا الكلام، اذا في حكومه اليوم وفي حكومه المساء هيدي الاجراءات بتبلش بعد 10 ايام 15 يوم بلش تنزل شوي شوي. اي حكومه تعيد الثقه داخليا ودوليا لان احنا فقدنا الثقه، واليوم لبنان بحاجه للمليارات بالمرحله المقبله، ما تبقى من صادر للمرحله المقبله. شو يعني قصدك تقول انه الضغط في موضوع تشكيل الحكومه انه لازم يكون عندنا حكومه اخصائيين تبلش هالاجراءات تنزل؟ شو يعني هيدي الاجراءات؟ هيدي الاجراءات مرتبطه بثقه المودع، يعني اليوم الناس ايش عم تروح على البنوك بدها مصاري؟ لانه شايفه فراغ وشايفه الشارع وشايفه الثوره وشايفه خيبات السياسه. ليش حكي الدكتور ياسين عن انهيار على طريقه دول امريكا الجنوبيه؟ اذا انا بحط يمكن في محل كونترانت معينه الا اذا
وصلنا لمحل وقفنا هذا النزيف اللي نحن بقلبه هلا من خلال إدارة هذا النزيف.